صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. انتم اليوم بمخبر للفاب لاب الموجود بنادي الميكاترونكس بالجمعيه العلميه السوريه للمعلوماتيه. هذا المخبر اللي بنركز فيه على الامور اللي علاقه بالروبوتك واللي علاقه بالبرمجه واللي علاقه بالميكانيك بشقين الاكاديمي والمسابقات، لننشر هي الثقافه حوالين هذا المجتمع بحيث نبلش مع الاعمار الصغيره. فينا نقول نحن عم نبلش من اعمار 9 سنين ل 8 سنين لنوصل لطلاب الجامعه وما بعد الجامعه ليقدروا يستخدموا المعدات الموجوده بالمخبر هون. في عندنا طابعه ثلاثيه ابعاد، في عندنا سي ان سي ليزر، في عندنا العده الالكترونيه الكامله للانترنت اوف ثينك من ريسبيري باي اوردينو، بحيث يجي الطالب لعنا يقدر يعمل المشروع كلياته من الف الى الياء باستخدام الادوات الموجوده عندنا. النادي شارك ببطولات وطنية ومحلية وإقليمية وحتى عالمية كمان بعدة مسابقات على مدى 5 سنوات الماضية، وكنا كل سنة نطلع نحقق مراتب حلوة ونمثل سوريا قدام البطولات العالمية قدام الصين واليابان وألمانيا وغيرهم من هاي الدول. هلأ أول ما نقول نحن الروبوت لحدا كله بيخاف منه، هلأ هذا الروبوت لفريق من الفئة العليا حيشارك يوم الخميس إن شاء الله، بنتمنى له التوفيق. الروبوت قصته سهلة، يعني هي 3 شغلات أساسية. عندك حساسات اللي بتمثل العين والحساسية الموجودة عند الإنسان، عندك المخ اللي هو عملياً البروسيسور اللي بيكون هذا الكنترولر، وعندك بنفس الوقت المحركات اللي هي حتقرر بقى تعمل لك الحركة الميكانيكية اللي بدك إياها. فعملياً نحن أول شيء نقول للطلاب أنه تخيل حالك بدك تشرب مي، فأنت حتروح تمسك الكاسة، مخك حيقول لك حتشرب مي، حترفع كاسه تشرب مي، عضلاتك هن كانوا المحركات. فهذا هو الروبوت. بيبقى الطالب بقى كيف ممكن يبرمجه بما يتناسب مع المهمه المطلوب منه. فهلا مثل ما حتشوفوا شوي تانية الطلاب حتتدرب بمهمات معينه، عنوان اي سنه للبطوله هي عن المدن الذكيه. فكل شيء حيعمله الطلاب عم يعملوه محاكاه لكيف ممكن يوصلوا الطاقات البديله للمدن الذكيه، او كيف ممكن يوصلوا الغذاء بشكل سريع. فكل سنه بيكون في عنوان بنركز فيه عليه للطلاب بحيث يحلوا فيها. وفي عنا 3 فئات عمرية، ابتدائية وإعدادية وثانوية. هلأ أول ما بيسجل عنا الطالب بنحط بالفئة العمرية تبعه، فحسب المحتوى العلمي تبعه بتناسب مع الفئة العمرية اللي عم ياخدها. الأطفال ممكن تكون عندهم أكثر من كورس أو كورسين ليقدروا يكونوا جاهزين للمستوى، غير الإعدادي والثانوي يكونوا المفاهيم الأكاديمية اللي بياخدوها بالمدرسة بتساعدوا لأنه هن يتقدموا بالمرحلة التعليمية اللي لها علاقة بالروبوت. بس قاعدين يخلصوا من هذا الكورس، نحن بنحكي تقريبا بياخذ عملية تقريبا 4 أشهر لـ5 أشهر، بنعمل لهم تصفيات. هي التصفيات بتقرر فيها انهم يشاركوا بنوعين من المختلفين من المسابقات، مسابقة هي الـ WRO، مسابقات ثانية بتكون إقليمية ولكن تقنيا وعلميا أقل شوي، كونوا مستواهم العلمي لا يتناسب مع انهم يكونوا موجودين. بعدين بيبلشوا مرحلة التدريب وهي المرحلة الأطول، خلينا نقول بيقعدوا بحدود 6 لـ8 أشهر هم عم يتدربوا على المهمة تبعهم، يعني هن بيروحوا اليوم وبيجوا اليوم بس بيشتغلوا على هذا الروبوت ليطلع بأكثر كفاءة عالية كدقة بالحركة المطلوب منه ينفذها أو المهمة المطلوب ينفذها بأسرع وقت ممكن باللياسات المطلوبة منه، ما في يعمل روبوت أكبر أو أصغر. وبنفس الوقت بيكون في عنده شروط معينة ليكون التنافس حقيقي بين الفرق بنوع القطع اللي مستخدمها، فما بيقدر يجيب مثلا محركات أغلى، المحركات الأغلى ممكن تكون أسرع والبرمجة الضعيفة بتغطي عن هذا الموضوع. فلا بيقعدوا 8 اشهر بس ليقدروا يشتغلوا بهي الادوات ليوصلوا للحل المطلوب منهم. بس يخصوا هي المرحله بقى بيشاركوا بالبطوله الوطنيه. الفرق اللي بتتاهل بالبطولات الوطنيه بتطلع بتمثل سوريا بالبطولات العالميه وبتعيد بقى الدويره كل سنه، بنستفاد من خبرات الاشخاص اللي طلعوا بالسنوات الماضيه. الحلو هون رحله الطالب عنا، يعني ببلش طالب بيشارك اقليمي بيشارك عالمي بعدين بيشارك كمدرب، بصير هو يدرس الطلاب، نستفاد من الخبره اللي اخذها فيها. الحلو هون والشيء المميز البعيد عن المدارس او النشاطات الثانيه انه هون نشاط تجريبي وبيستخدمه بايده، يعني ما في ممكن يكون نظري، لازم يركب بايده، لازم لما نقول له محرك يركب محرك، لما نقول له حساس يركب حساس، لما نقول له برمج عارف كيف بده يبرمج، فما في شيء نظري. خلينا نقول الشيء الاكاديمي اللي بياخده بالمدرسه بيساعده ليسرع مهمته، ولكن كل شيء شغل ايد، فحيتعلم هي القصه من الناحيه الاكاديميه والعلميه. في جانب كتير رائع بالروبوت
اللي هو العمل الجماعي أو التجربة اللي بياخذها الطالب. الطالب غالباً وأثبتت يعني التجارب أنه أول ما بيشارك أول سنة نسبة فشله كتير عالية، قد وصل 80%، وهذا شيء طبيعي. نحن لما بيجي عنا فريق مستجد بصراحة عارفين أنه هذا الفريق نسبة أنه يخسر كتير كبيرة. ليش؟ لأنه في تجربة لسه ما أخذها، طيب اللي هي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت كتير مهم، تبع أنه أوكي معي 8 أشهر بلحق، آخر شهر بتلاقي عم يقعد كل يوم بيدرب ما عاد يلحق لأنه ما قدر ينظم وقته صح. ثاني شغل التواصل مع الفريق، هذا الشغل أبدا ما له عمل فردي، هذا ده يكون عمل جماعي بين شخص بيعشق الميكانيك ليقدر يعمل لك هي الحركة الميكانيكية اللي عم نشوفها نحن، لبين شخص عارفان يشتغل برمجة ليقدر يركب لك هي البرمجة صح، ليقدر لك لما هذا الحساس بيشوف قيمة معينة شو ده يعمل الروبوت تبعه كيف ده يبرمجه، وبين الشخص الثالث اللي قدران يدير هذا الفريق ويعطيه السبيريت أو يكون الإداري خليني أقول لهذا الفريق اللي بده يكون فهمان الميكانيك والبرمجة بنفس الوقت، ليقدر يخلي هدول الأشخاص إبداعهم يطلع بهذا المونتاج اللي أنت حتشوفيه هون. لأنه هلا نحن يعني العصر صار الدكتور أسنان مفروض يعرف بالروبوت أو بالأقل شيء بالتقنية يعني خليني أقول، فكتير طبيعي نحن نلاقي أشخاص بتدرس هندسة عمارة وطب أسنان وآداب عم يشتغلوا بالروبوت، مو بس هيك مدربين لفرق بالروبوت، لأنه يعني التقنية هي صارت المفروض الكل يعرفها. هلا احنا عنا هتطلعوا تشوفوا فوق كوتشات عنا، بعض الكوتشات عنا دارسين طب أسنان، هن دكاترة أسنان عندهم عيادات بس بيجوا بيكملوا روبوت هون، والبعض الآخر بيدرس عمارة. بس كل واحد منهم هلا الكوتشات بيحكي لك القصة تبعه، بيقول لك إنه التقنية اللي تعلمتها هون فادتني بمجالي كتير. أنا كطب أسنان في شيء اسمه هندسة طبية، أنا عارفان العدة الإلكترونية اللي عندي إياها بالعيادة كيف عالجها، لأنه هي نفس المبدأ Input Processor Output، دخل معالجة خرج. بنفس الوقت الهندسة العمارية كيف ممكن استخدم التقنيات الحديثة بالمدن الذكية والأبنية الذكية. فأي خلينا نقول صارت مو أمية، في عنا أمية طبعا عربي اللي بيعرف يكتب ويقرأ، هلا عندك صارت الأمية التقنية، فالمفروض الكل يعرف هذا الشيء. هلا انا شغلتي كمدرب اني بسالهم للطلاب هن شو لازم يعملوا وهن بيتصرفوا طبعا لحالهم. انا بصير كل فتره وفتره بتفرج عليهم هن شو بيشتغلوا شلون بيركبوا. تقريبا اول فتره اول شهر تقريبا يكون عباره عن مرحله تركيب، فهن يعني بيجربوا هالشغله ما زبطت بيجوا بيسالوني انه هي الشغله ليش ما زبطت، فانا بقول لهم انه هيك هيك لازم تعملوا. خلصنا مرحله التركيب بقى بنبلش مرحله حط الخوارزميه، بنحط خوارزميه طريقه مشي الروبوت على الطاوله، انه لازم نحط المكعب اول ناخذ المكعب اول. خلصنا حط الخوارزمي بلش بقى بالبرمجه والعيارات. هلا هي يعني هي السهل الصعب، يعني سهل الممتنع فعليا العيارات، لانه مو كل العالم تعرف تعاير، بينما هي للناس بتعرف تعاير خلاص يعني هي بالنسبه لهم افراطه. ومثل ما لك شايف هلا تقريبا يعني خاصين الحمد لله. هلا هن مسمين بشكل عام ثلاث فئات. نحن الفئه الابتدائيه الالمنتري بتكون من 10 ل 13 سنه، فالها مهمه يعني معينه خصوصي لهم. وفي طبعا الفئه الوسط مهمه مختلفه بتناسب مع عمرهم والكبار، فلمسه هون مهمه الكبار هون الصغار وكان جوا في الوسط. هلا اول شيء يعني انا كنت عمري 9 سنين اول ما فتت، يعني بيعطونا دوره تعلم اساسيات برمجه والتركيب، بعدين بنقوا ليفوتوهم بالفرق حيشاركوا المسابقه الوطنيه، والاول بيطلعوه بيشارك بالمسابقه العالميه. كانت حلوه هي يعني كتجربه وكتعلم كانت كتير حلوه. اول سنه اخذت مركز رابع على سوريا، بس انه كان ما عندي كمان خبره. وهلا ثاني هذيك السنه كانت يعني سنة عندي كمان خبرة أكتر وفريق أحسن وإيه وكل شيء كان أحسن يعني، فمشاكل قدرنا نحقق مركز أول على سوريا إيه، وأخذنا مركز 11 على العالم من 106 فرق.